صار الدولي المغربي مهدي بن عطية قاب قوسين أو أدنى من مغادرة بيت السيدة العجوز خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما شعر بالخيبة والاستغراب إزاء وضعه الراهن في الفريق الإيطالي، حيث ظل حبيس مقاعد الاحتياط لثمان مباريات على التوالي، الأمر الذي لم يتقبله سابق الذكر بتاتا، خاصة وأنه في أتم الجاهزية لخوض أكبر عدد من المباريات منذ الموسم الماضي. وأفصحت الصحيفة الإيطالية كوريا ديلو سبورت الذائعة الصيت عن نية كل من بروسيا دورتموند وشالكا الألمانيين في الاستفادة من خدمات ذو 31 ربيعا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، إذ أكدت ذات الصحيفة أن الفريقين الألمانيين أحرزا تقدما واضحا في ملف اللاعب، على عكس الفرق الأخرى التي تطمح بدورها لانتداب المدافع المغربي مثل أولمبيك مارسيليا الفرنسي. وكانت قد أشارت بعض التقارير الإعلامية على أن المدافع المغربي لم يعد يطيق أن يظل رهين كرسي الاحتياط ولا يشارك إلا نادرا، فيما يواصل المدرب ماسيميليانو أليغري الاعتماد على الثنائي كيليني وبونوتشي متجاهلا المغربي تماما، سواء تعلق الأمر بالدوري المحلي أو بمنافسات دوري الأبطال. وخاض مهدي بن عطية هذا الموسم عدد قليل من المباريات، تجلى في 5 مقابلات دخل كأساسي من أصل 18 لقاء في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراية يتيمة بدوري الأبطال من أصل 6 مقابلات لعبها النادي الإيطالي في دوري المجموعات. والجدير بالذكر أن قيمة مدافع بايرن ميونخ سابقا تقدر ب 13 مليون يورو في الوقت الراهن، بعدما كانت في الماضي القريب تتجاوز 20 مليون يورو، وهذا التراجع راجع لقلة مشاركات مهدي بن عطية رفقة فريقه هذا الموسم، ويرتبط سابق الذكر معية البيانكونيري بعقد صالح إلى غاية عام 2020، بعدما كان قد حل لتورينو صيف العام الماضي بمبلغ يصل إلى 17 ملايين يورو.